يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، فلما وصلت إليها اتصل بي الوالد من الطائف بأنه يريدني، فذهبت إليه ولم أعتمر علما بأنني لم أشترط، فماذا علي؟ علما بأنني لم أشترط. لا، إذا أحرم ما يجوز له إلا يؤدي العمرة، لا بأس يرجع للوالد وهو محرم بإحرامه، فإذا انتهى غرض الوالد يروح ويؤدي العمرة ولا يغير الإحرام. نعم.